my book of English. Middle school year one. Page 20. الصفحة 20. School comments. هناك موقع للفونيتيك، تمدلو كلمة يعطي لك الفونيتيك تاعها. فونيتيك. نجرب الموقع مع كلمة comments. ها هي الكلمة هنا والفونيتيك تاعها كو من دز. سكول كوماندز معناها الأوامر المدرسية. هاي بيبولز. نجرب الموقع مع كلمة بيبولز. بيبولز بيبولز. هاي بيبولز. listen repeat and do. أهلا تلاميذ، استمع كرر ثم افعل. listen repeat and do. raise your hand. نجرب الموقع مع كلمة rise. rise. stand up. sit down. هذا الكلمتين لديهم ثلاث معلومات. stand قف، up فوق. stand up قف. sit اجلس، down اسفل. sit down. down اسفل، up اعلى. clap your hands. نجرب الموقع مع كلمة clap your hands. phonetic hands. صفق بيديك. listen استمع. be quiet. be quiet. كن. be كن. quiet هادئا. اذا لم تكن هناك be فمعنى هو اهدأ. be quiet اهدأ. كن هادئا. امر. لمن يسأل لماذا قرأنا كلمة commands الاس؟ لماذا لم نقرأها commands؟ لأن الاس وراءها دي فتقرأ زاد commands. وهنا أيضا peoples لأن وراءها ال. rise الأو مجرد نطق. أي مجرد نطق أيضا. والإس تكون وراءها الإير إذن تقرأ زاد. rise. clap your hands. clap your hands وراءها الدي تقرأ زاد. page 20. نقرأ آخر مرة. school commands. hi peoples. listen repeat and do. listen repeat and do. do. raise your hand. stand up. sit down. clap your hands. listen. listen.
Be quiet. Page 20. الأوامر المدرسية. أهلا تلاميذ، استمع، كرر، ثم افعل. ارفع يدك، قف، اجلس، صفق بيديك، استمع، كن هادئا. الصفحة 20. لمن يريد الموقع الذي الذي يعطيك الفونيتيك؟ ها هو، تكتب الكلمة هنا، تقول لها أعطني، فيعطيك الحرف الفونيتيك تاعها هنا، ويستطيع قراءتها لك. Commands. رابط هذا الموقع أسفل الفيديو. انتهت الصفحة.